مبيجة في يديها وثوب أبيض على جسدها وسط أجواء طبيعية حالمة. بهذه الصورة قدم الفنان محمود سعيد أحد أهم رواد الفن التشكيلي المصري في العصر الحديث ابنته نادية في مرحلة الشباب من عمرها في قالب فني ضمن أعمال فنية تشكيلية متنوعة احتضنها مجمع الفنون المصري في معرض فني حمل عنوان في صحبة محمود سعيد. بالنسبة للوحة نادية هو رسمها في مراحل عمرية مختلفة، رسمها وهي طفلة ورسمها في شبابها وهي في سن الزواج، وله صور كتير معاها هنلاقيها موجودة برضو في الكتالوج ريزوني بتاع محمود سعيد، وهو كان هي بنته الوحيدة طبعا وبيحبها حب كبير جدا. معرض يهدف إلى توثيق الحركة الفنية التشكيلية المصرية في بداية القرن العشرين من خلال هذه الأعمال الفنية. ليدي روفر لوحة يستعرض فيها الفنان الإيطالي أرتورو زانيري براعته في رسم البورتريه، يرجع إنتاجها إلى عام 1909 وتعد أحد أبرز مقتنيات متحف الفنون الجميلة في مصر. البداية في متحف في معرض محمود سعيد وأصدقائه أو في صحبة محمود سعيد، الهدف منها توثيق الفترة في بداية القرن العشرين وواقع الفنون الجميلة في جمهورية مصر العربية من خلال علاقة محمود سعيد بما له من دور كفنان رائد في تاريخ الحركة، وكذلك بأصدقائه من الفنانين الأجانب المقيمين. ويضم المعرض أكثر من 100 عمل فني تنوعت فيه الأعمال التشكيلية بين المحلية والعالمية، مما يضفي ثراء فنيا على هذا المعرض. المعرض كمان بيضم الحقيقة مش بس أعمال محمود سعيد، كمان المعاصرين ليه من الأجانب واللي كانوا على صلة مباشرة بيه، لهم مجموعة من الأعمال مهم جدا أيضا إن احنا نتعرف بيها ونشوف قد إيه متأثرين بنفس الفكر وبنفس الفلسفة بتاعته. استراتيجية جديدة للعروض المتحفية تهدف إلى إعادة قراءة تاريخ الحركة الفنية المصرية الحديثة من واقع مقتنيات قطاع الفنون التشكيلية المصري وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة من الفنانين الشبان. معرض يجمع بين سحر الفن التشكيلي المصري والأجنبي من جهة، وعرض تاريخي دفع الفنانين لدراسة الحركات الفنية التشكيلية المصرية من جهة أخرى، في معادلة تهدف إلى الحفاظ على التراث الأصيل والاستثمار فيه عبر الترويج له داخليا وخارجيا. زينب شبل، هنا القاهرة، عاصمة الخبر.